عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعليم اللغة الإنجليزية للمبتدئين من البداية للاحتراف. معكم مستر محمود محمد محمود، معلم خبير لغة إنجليزية. زي ما شفنا في الحلقة الأولى تكلمنا عن family tree، قلنا هي شجرة العائلة، وعرفنا أهم الأسماء اللي هي تخص family tree زي father, mother, uncle, aunt and so on. في الحلقة الثانية تكلمنا فيها عن jobs، عرفنا الوظائف، بعض أنواع الوظائف in English and in Arabic. زي ما قلنا كل المطلوب منك هيكون معك كشكول بتدون فيه الكلمات دي بالعربي بالإنجليزي وفي جملة كاملة، لأن أهم حاجة قلنا إزاي أستخدم الكلمة، إزاي أدخلها في جملة. لو أنا عرفت أعرف ذلك يبقى هقدر أحفظ الكلمة، عمرها ما هتتنسي، لأن هيكون معايا شكل الكلمة، صورة للكلمة نفسها، السبيلنج بتاعها، ودخلتها في جملة. النهارده ان شاء الله الحلقه بتاعتنا كلها هنتكلم فيها عن adjectives. adjectives اللي هي الصفات، لما اوصف شخص او اوصف جماد او اوصف حيوان عاوز اديله صفه، الصفه دي ايه معناها in English و in Arabic وهندخلها في جملة. اوكي let's start. strong 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 يعني قوي. he is strong he is strong يعني هو يكون قوي. weak 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 يعني ضعيف. he is weak he is weak هو يكون ضعيف. slow 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 يعني بطيء. it is slow it is slow إنها بطيئة. fast 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 يعني سريع. it is fast it is fast إنه يكون سريع. heavy 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 يعني ثقيل. it is heavy it is heavy إنه ثقيل. light 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 يعني خفيف. it is light it is light إنها خفيفة. tall 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 يعني طويل. he is tall he is tall هو يكون طويل. short 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 يعني قصير. he is short he is short هو يكون قصير. thin 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 يعني نحيف. he is thin he is thin هو يكون نحيف. fat 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 يعني سمين أو بدين. he is fat he is fat هو يكون سمين. angry 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 يعني غضبان. she is angry she
is angry. هي تكون غضبانة. Happy. Happy. Happy يعني سعيد. He is happy. He is happy. هو يكون سعيد. Hungry. Hungry. Hungry يعني جوعان. He is hungry. He is hungry. هو يكون جوعان. Thirsty. 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 عطشان. She is thirsty. She is thirsty. هي تكون عطشة. Sick. Sick. Sick يعني مريض. He is sick. He is sick. هو يكون مريض. Worried. Worried. Worried يعني قلق. She is worried. She is worried. هي تكون قلقة. Quiet. Quiet. Quiet يعني هادئ. He is quiet. He is quiet. هو يكون هادئ. Full. Full. Full يعني مملوء. It is full. It is full. إنه يكون مملوء. Thank you.